عبد الرزاق عفيف الله يرحمه تعاطف معك؟ تعاطف معي، وكان يعني يقول لي: يا أبا عبد الرحمن، لا أحد معصوم من الذنوب، ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون، لكن إذا كانت عندك خطيئة وأنت موقف بنفسك أنها خطيئة أو محرمة أو مكروهة وتركها أفضل، وستر الله عليك، لا تبينها للناس، استتر بها ولا تبينها للناس، وعليك بالإلحاح بالدعاء لا يعصمك الله منها. هذا والله انتفعت بهذا.